الأزهر يستقبل شيخه الجديد أحمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وذلك خلفا للراحل محمد سيد طنطاوي الذي توفي مؤخرا. الطيب من صعيد مصر، ينتمي لأسرة صوفية، وعمره 66 عاما، وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية ويرأس لجنة حوار الأديان في الأزهر. وآخر أنشطته في هذا الصدد كانت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الأسبوع الأول من مارس آذار الجاري، عندما التقى مع علماء دين من مختلف الأديان داخل كاتدرائية واشنطن الوطنية. وعندما التقينا به أثناء هذه الزيارة قال لنا إنه يرغب في زوال التوتر الحالي في العلاقة بين الشرق والغرب عبر استشعار آلام البشرية وضحايا العنف والحروب. استشعار آلام الناس والمحرومين والمعرضين للحروب يعني أثار الحروب المدمرة على المستوى الإنساني والمستوى المادي، دي برضو لابد أن تكون ماثلة في أذهاننا ونحن نعمل لإزالة هذا التوتر. أرجو ألا يتوقع الناس من أننا سنحل المشكلات يعني حينما نعود في البلاد. طبعا نحن أكاديميون وعلماء رجال دين فقط، لكن يعني المشوار الطويل يبدأ بخطوة كما يقولون. ولا يرى شيخ الأزهر الجديد مشكلة في العلاقة بين السنة والشيعة، ويطالب بحماية تابع المذهبين مما وصفه بعبث السياسيين. الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بيني أنا السني كمالكي وبين الحنفي السني وبين الشافعي السني، وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه ونحميه من عبث السياسات. أما في قضايا الحوار بين الشرق والغرب فيقول شيخ الأزهر الجديد إن أخطر ما يواجه هذا الملف هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول والكيل بمكيالين. إذا كان والله الغرب لا يزال يتعامل مع الشرق بتعامل من منطلقات غير عادلة أحيانا، الكيل بمكيالين، التدخل في شؤون داخلية للدول، فرض ثقافة واحدة، كل هذا ينعكس على حواراتنا نحن رجال الدين أو نحن علماء الدين، ينعكس تماما، بل وأحيانا يفرغه من مضمونه. هذه هي آراء شيخ الأزهر الجديد في قضايا العنف والحروب والعلاقة بين السنة والشيعة وحوار الديانات، والتي اعتبرها العلماء وسطية. وبلا شك فإن كثيرين الآن في انتظار عطاء الطيب الذي عين شيخا للأزهر أكبر المؤسسات الدينية السنية في العالم. خالد خيري، الحرة، واشنطن.